مع أن ظهرت أعراض فيروس كورونا عند البعض حتى بدأوا بالذهاب إلى المختبرات الأهلية ومراجعة العيادات الخارجية للتأكد من الإصابة وأخذ المضادات الحيوية وربما حتى من المضمدين والصيادلة بدون استشارة طبية من مختص. مواطنون عزوا أسباب هذه الظاهرة إلى ضعف الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم في المراكز الوبائية. المستشفيات من الطب يقول لك أنا ما أقدر أستقبلك، تروح تسوي فحص بالعيادات الخارجية، والعيادات الخارجية تقريبا 60,000-70,000، هاي بس يسوي لك شنو، يسحب من عندك دم حتى يشوف بيك كورونا لو ما بيك كورونا. عدد المرضى كثير حيل، خدمات ماكو، يعني تروح انت شوفر لك ممرض يجيك اكسجين ماكو، شنو يعني الخدمات اللي تلقاها؟ ما تلقى اي خدمات. اغلب المصابين دا يروحون للصيدليات، الصيدليه ينطي علاج يخفف عنه الالام يخفف، لكن هو المفروض يروح للمستشفيات حتى يقل حتى يفحصونه يتشيكوا، لكن من تروح المستشفى ماكو اعتناء، ماكو اهتمام، تروح يباوع عليك يحكي وياك يعني وكأنما جات تشحذ منش هذا. دائرة صحة كركوك قالت إن هذه الظاهرة تلقي بظلالها سلبا على حياة وسلامة المواطنين. عادة المراكز الوبائية الموجودة في المحافظة هي الجهة الرسمية التي تحدد الإصابة من عدمها، وهي أيضا من تحدد النوعيات العلاجية والكميات التي يحتاجها المصاب حسب نسبة الفيروس في الجسم. لا الكوادر اللي نشوف المضمدين ولا الصيدليات هي من ضمن أنه صلاحياتها هنا، وهي توصف الأدوية للمرضى المصابين بكوفيد 19. المؤسسات المخولة هي المراكز الصحية والمستشفيات، هي مخولة أنه بإجراءات الوقاية وإجراءات العلاج لمرضى كوفيد. قلة المسحات في المراكز الوبائية وعدم الرغبة بالانتظار في الطوابير الطويلة بحسب المواطنين هما من بين أهم الأسباب التي تدفعهم للجوء إلى المختبرات الطبية الخارجية لتشخيص إصابتهم بفيروس كورونا بعد ظهور الأعراض. من كركوك محمد صقر، العراقية الإخبارية.